طب بالنسبة للتشوهات يا دكتور، جهاز السونار هل بيكشف التشوهات ولا في مراكز تانية تكشف التشوهات أو أجهزة تانية غير السونار؟ السونار طبعا هو اول محطه بالنسبه لنا لكشف الاجهزه، كشف تشوهات الاجنه طبعا. وتم ده عن طريق اخصائي النساء طبعا، في حاله الاشتباه في حاجه او في حاله الشك في حاجه طبعا بنبعت لمركز متخصص في السونار الرباعي الابعاد في هذا الجنين لفحص هذا الجنين جيدا وكتابه تقرير بايه بما شاف بال تم اكتشافه في ايه في هذا السونار. طبعا بيرجع لينا وبيبقى فيه تنسيق ما بيننا وما بين اخصائي الاشعه او استشاري الاشعه علشان نعرف ايه التشوهات بالظبط وايه المشكله فين بالظبط.